حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد ومن مهرجان السيارات. نركب سياراتنا وبندقها سلف وبنروح وياكم من الفجيرة لين دار الحي إمارة دبي وإلى الفعاليات اللي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن الموسم الرياضي البحري 2022-2023، حيث شهدت شواطئ دبي يوم السبت انطلاق أولى سباقات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدما. راح نتعرف عليها أكثر أخوي علي وعن السباق حقيقة مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ محمد سيف المري، وهو مدير إدارة الشؤون الرياضية بالإنابة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية. بداية يسعد مساك أستاذي الفاضل. يسعد مساكم. يا مرحبا بك، منورنا. بداية لو نتحدث أكثر وتخبرنا عن انطلاق أولى جولات السفن الشراعية المحلية 60 قدم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، ونشكركم على اهتمامكم دائما بالرياضات البحرية. في الخدمة دائما. الله يسلمكم، يعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب. بخصوص الجولة 60 قدم، هاي أول جولة يعني تحضيرية بتكون عبارة بداية سباق الصير. دائما الناس جهز للمسابقين يجهزون عمارهم حق الكرنفال الكبير اللي هو الصير. نعم. فهي كلها تعتبر تجارب حق اليوم هذا اللي هو عيد سباقات القوارب الشراعية اللي هي 60 قدم. نعم. نعم استاذ. طبعا يتضمن هالموسم استاذي 4 سباقات خاصة بالسفن الشراعية المحلية 60 قدم. لو تكلمنا أكثر عن تفاصيل هذه السباقات. أكيد لا شك، نحن عندنا سباقين وسباق مجل من العام من غير سباق الصير. فاليوم بالأمس نحن سوينا الجولة الأولى من سباق 60. فالحمد لله، يعني رغم أن الصعوبات اللي واجهناها في عدم دوران الهواء على حسب ما بغينا كلجنة، بس كان سباق جميل من أفضل السباقات تقريبا رغم الصعوبات اللي واجهناها. نعم. أستاذي الفاضل، لو تحدثنا أكثر عن الشركاء وياكم خلال هالموسم من الجهات والمؤسسات الحكومية. الشركاء دائما يعني الشرطة دبي معانا، في خبر سواحل معانا، يعني عدة دوائر حكومية، يعني منها حتى المواني، كلهم هذين الشركاء في هذا الحدث الكبير. نعم نعم استاذي، لو تعرفنا اكثر على اصحاب المراكز الاولى في سباق اولى جولات السفن الشراعية المحلية 60 قدم. سباق المركز الاول اللي هو 96 اللي هو لصاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد، اللي هو الشقي. نعم أكيد هذا الدعم جميل حقيقة، وقادر على أن نركز فيه على مثل هذه السباقات اللي حقيقة نحتاجها. أستاذي، يعني لو تحدثنا أكثر عن أهمية هالسباق عند النوخذة، خليني أقول، والملاك وأيضا البحارة. أكيد، شوفي هذا تحدي، يعني تحدي كبير في سباق القوارب الشراعية شو التراثية. الناس مثلا جهز عمارة عطول الموسم حق هاي المنافسة الجميلة الصراحة. لوحة فنية في البحر بعد الانطلاقة، الشرع هاي دائما له منظر خلاب الصراحة، يعني يجذب العشاق حق هاي، والمنافسة قوية ما بين الفرق الصراحة، ما نعرف منو اللي بيطلع الأول غير اللي يبدأ خط النهاية. نعم، يعطيكم العافية أستاذي. طبعا مش فقط منافسات وسباقات، الموضوع أكبر من كذي، وهو طبعا من الباب الأول محافظة على موروثنا الشعبي لهويتنا الوطنية. طبعا جهودكم كبيرة وواضحة، يعطيكم ألف عافية عليها. الأستاذ محمد سيف المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية بالإنابة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا لك، وموفقين يا رب، يعطيك العافية. والعافية.
جميع يعطيك العافية. الله يسلمك، حياك الله.